الفظائع التي شهدها محمد تؤرق منامه، لذلك يحصل الآن على مساعدة نفسية في مركز ضحايا التعذيب في برلين. تمكن محمد من الحصول على أحد الأماكن القليلة المتاحة في هذا المركز الصحي. في ألمانيا لم يعد يخشى على حياته، لكن تبعات الرعب الذي عاشه لازالت ترافقه حتى الآن. أنا كثير محبط، كثير حاسس بالفشل، حاسس أني دمرت مستقبلي اللي بنيته بسوريا. يمكن في ناس بتحب تجي على أوروبا، هي جميلة، برلين كثير مدينة جميلة وحلوة أنك تعيش. يعني أنا كان حلمي أن سوريا أو دمشق تحديداً توصل لهالمرحلة. فشلنا بهذا الموضوع. محمد هو واحد من بين حوالي 5500 لاجئ استقبلتهم الحكومة الألمانية، فيما سلك أكثر من 35,000 لاجئ آخر طرقاً مختلفة للوصول إلى ألمانيا. بتمنى يجيبوا اللاجئين وخاصة الأطفال، يساعدوا الأطفال اللي صلهم سنتين أو ثلاث سنين ما دخلوا مدرسة وعم يعانوا من مشاكل نفسية بسبب الحرب. السياسيون الألمان يتفقون أيضاً مع هذا الرأي. ما نشهده هو كارثة إنسانية كبيرة، أكبر نزوح للاجئين يمكن للمرء أن يتصوره من أي وقت مضى، لهذا يجب على ألمانيا أن تأخذ المبادرة. إذا تم النظر إلى الدول المجاورة لسوريا، إذا نظرنا إلى لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة، فقد استقبل 1,000,000 لاجئ، وهذا إنجاز هائل. أعتقد أننا والمجموعة الأوروبية مطالبون بأن نكون أكثر نشاطاً. محمد ممتن للحماية التي يتمتع بها الآن في ألمانيا، لكنه ينتقد الإجراءات البيروقراطية، فالعديد من أصدقائه الفارين من سوريا ينتظرون لأكثر من عام ونصف إشارة لإنقاذهم من ويلات المخيمات. وحتى السياسيون المحافظون يعترفون بالعوائق البيروقراطية في مساعدة اللاجئين. ليس لدينا نمط عمل موحد في المكاتب المكلفة بالهجرة في الولايات الألمانية، ثمة أوضاع تتسم بالفوضى بعض الشيء، ولهذا يجب أولاً العمل على تطوير نمط عمل موحد. يريد محمد أن يساعد السوريين من موقعه في برلين للاطلاع على الأخبار والمعلومات بلا رقابة، ويتمنى أن يحصل على دعم ألماني، لا سيما وأن ألمانيا دولة غنية ويمكنها على حد قوله التأثير بشكل فعال. I don't know.